الجرام كل بلدي اسمك. اسمك ايه؟ قول لي اسمك كده بس بوضوح. سلام سلام، عاوز اطلع. عايز تطلع تروح فين؟ شوف الدنيا. انا هبد محمود كده على طول يا باشا. اسمك سلامة حافظ؟ حارس. حارس. حارس مرعي. طب وانت مربوط في ايدك ليه كده؟ ارفع ايدك كده وريني كده انت مربوط. والله مربوط في ايدي. ارفع ايدك كده وهز الحديد كده، رابطينك ليه كده؟ خايفين يا باشا من مشاكل بره. طب هما رابطينك ليه؟ طيب عايز تطلع تشوف الدنيا؟ طب هما رابطينك ليه يا سلام؟ ها؟ قول له على المشاكل. ايه؟ هحلك بس قول لي انت عايز تطلع ليه؟ ها؟ نفسك تشوف الدنيا؟ عايز تروح فين؟ ايوه عايز تروح فين تشوف الدنيا فين؟ ما انت بتطلع يا سلامه بتتخانق يا سلامه. ها؟ لازم يطلعوا لي باشا نشوف بس يجيب القوات ويطلعوا لي باشا نتعرف سيبوا كده يا باشا ما حدش يجيب اي حاجه. انت مربوط في رجليك ولا انت كده رجليك كده؟ وريني رجليك. مربوط بالتماثيل يا باشا كده تنفع كده. شد الجنازير كده ينفع كده ربنا كده يا باشا. ديتي مش هيروح الدنيا اللي يحبني دي. تعالى يا باشا تروح تصرف مع المحافظ. نفسك تشوف الدنيا. تعال اتصرف مع المحافظ يا باشا، انت اللي تقوم بالشيء ده، انا احنا اصلا قادرين مش ناس غلابه. الناس عايزه تبندق من برا. حاضر. بس يا باشا. حاضر. حاضر. انت اللي ربنا يخليك. انت متجوز يا سلامه؟ لا والله. ها؟ عايز اطلع. علي صوتك. عاوز اطلع. علي صوتك. عاوز اطلع. تطلع فين؟ اشوف الدنيا بره. عايز اطلع انا عايز اطلع. انت بقالك كام سنه مربوط كده؟ سنة ونص مربوط كده في السلاسل دي؟ طيب يا سلامة حاضر. بس خلص عليك. حاضر يا سلامة. ما قال حاضر خلص ما كلمش تاني. هنطلعك يا سلامة حاضر. خلاص ما كلمش. طب لو رحت المستشفى والدكتور كشف عليك كده وبقيت حلو كده عشان نفرح بيك ونجوزك هتعمل مشاكل؟ ما عملش تاني يا باشا. شوف ربنا يمكن يروح. مش عارف. طب نفسك في ايه تاكله يا سلامه وانا اجيبه لك؟ لا مش عاوز. عايز تطلع تشوف الدنيا. طب انت عايز تاكل ايه الوقت وانا اجيبه لك؟ انا عاوز اكل. عاوز اطلع اشوف الدنيا. هو عايز يفتحله ويطلع. انا لك والله ما ندهول يا باشا، والله ما عايز منه اي حاجه. مكسرات اي حاجه يطلبها. بس الحد اللي قاعد يدور معفن يا باشا دي مرتاحات ولا مرتاحين ولا اي حد زين. وقاعدين ما حدش يساعدنا يودوه. خلاص يا سلام خلصت على حلم تعال يا سلام.